جميع الأشياء هنا صنعت تقريباً من القمامة، احتفال ارتدى المشاركون فيه ملابس جمعت من النفايات، ورقصوا على إيقاع آلات موسيقية صنعت أيضاً من القمامة. في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، مهرجان فريد وغريب يسمى كين أكت، يهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي في البلاد والترويج لمختلف أنواع الفنون. في المهرجان ملابس مكونة من العبوات المعدنية للمشروبات وأجزاء داخلية لإطارات السيارات وقطع المرايا وغيرها، مما يستخرج من صناديق القمامة ويعاد تدويره. Le CD que vous voyez, les disques, ce sont des trucs récupérés aux poubelles pour créer quoi. Donc c'est ce que moi je dis souvent, de la récupération, la transformation et la création, c'est ce que je fais. Vous avez transformé ça en quoi exactement? J'ai transformé ça en un costume robot que vous voyez, mais qui passe un message de l'espoir de la musique. المهرجان السنوي يستمر لثلاثة أسابيع، تتجمع فيه الجماهير حول الفنانين المشاركين في المسيرات، وتعلو أصوات الموسيقى الصادرة من الطبول البلاستيكية وأغطية الطناجر وغيرها من الأشياء المستخرجة من صناديق النفايات. parce que tout le monde a sa chaîne et les anneaux dégradables, les obébis sa sol. شاركونا آراءكم، هل ترغبون في حضور فعاليات هذا المهرجان؟